ليه شركة أبل بقوا بيبيعوا الآيفون من غير الشحن؟ والأهم ليه باقي الشركات بيقلدوا أبل؟ دي مش أول مرة أبل تعمل حاجة زي كده وتحصل عليها ضجة كبيرة وهجوم، وفي الآخر الناس بتفضل تشتري الآيفون، وفي الآخر كمان باقي الشركات بتعمل زي أبل. يعني مثلا أبل قرروا إن هم يلغوا مدخل السماعة 3.5 من الآيفون، وكانت حاجة عملت ضجة كبيرة وفي ناس كتير اعترضوا على الموضوع ده، وأبل قالوا إن ده ضروري عشان شوية حاجات كده. وطبعا أبل معروفين بمبرراتهم اللي بصراحة ما بتبقاش هي الأسباب الحقيقية. يعني قالوا إن هم شالوا المدخل السماعة عشان مستخدمين أبل عندهم أكتر من 700 مليون سماعة سلكية، في حين إن كتير منهم بيستخدم السماعات اللاسلكية. وفي كلام تاني اتقال عشان يوفروا مكان يستفيدوا منه في حاجة تانية زي زيادة حجم البطارية أو غيرها، لكن السبب الرئيسي هو التوجه للسماعات اللاسلكية عشان يبيعوا سماعات الايربودز بتاعتهم. فبدل قبل ما كانت بتبيع الايفون معاه سماعة بالمجان، دلوقتي شالوا السماعة عشان تشتريها بشكل مستقل. وبدل ما يبقى شكل التحرك ده مش حلو لو هم شالوا نفس السماعة السلكية وباعوها بشكل مستقل، لا هم بدلوها بتكنولوجيا مختلفة شوية اللي هي سماعات الايربودز. ولو هم يعني همهم قوي مصلحة المستخدمين، ليه ما كانوش حطوا الايربودز مجانا بدل السماعة القديمة؟ طبعا عارف ان ده صعب جدا او مستحيل ان هم يحطوا ايربودز تكلفتها اغلى بكتير، فمش ممكن هيديها لك كده ببلاش، لكن ايه التعويض اللي قدمته الشركة للمستخدم مقابل ازالة السماعة من العلبة؟ وطبعا لان مفاجآت ابل ما بتنتهيش، قرروا ان هم يبيعوا الايفون من غير شاحن ابتداء من الايفون 12. وطبعا كالعاده في مبررات غير الاسباب الحقيقيه. ابل صرحوا في اكتوبر 2020 ان ازاله الشاحن والسماعه من العلبه هيقلل انبعاثات الكربون لان حجم العلبه هيقل، وده هيسمح لابل ان هم يشحنوا منتجات اكتر بمرات شحن اقل، وده اللي هيقلل من انبعاثات الكربون، وكمان ان اغلب المستخدمين عندهم شاحن او اكتر بالفعل. السبب الاخير ممكن يكون منطقي اكتر من الاولاني بتاع موضوع تقليل انبعاثات الكربون، لانه صح اغلب مستخدمين ابل عندهم شاحن او اكتر من تليفوناتهم القديمه، لكن مش ده السبب. السبب ان ابل بيقللوا التكلفه عشان يكسبوا اكتر، مره من توفير حق الشاحن والسماعه، ويكسب منك اكتر واكتر لما تشتري الشاحن والسماعه لوحدهم. ومن ضمن الاسباب اللي ممكن تكون دفعت ابل تعمل كده هو تعويض ثمن التكلفه بتاعه اضافه تكنولوجيا ال5G في هواتف الايفون الجديد. ولو كان السبب الحفاظ على البيئه، كان اولى على الاقل ان هم يحولوا المدخل من اللايتنينج الى اليو اس بي تايب سي زي ما اغلب الشركات دلوقتي عملوا بالفعل، وده هيبقى حل كويس يقلل من انواع الكابلات والشواحن اللي بيضطر اي مستخدم ان هو يشيلهم معاه لو عنده اكتر من جهاز سمارت فون او معاه ملحقات تانية زي سماعه وايرلس او باور بانك. لو كل الشركات وحدوا المداخل عشان تبقى كلها تايب سي، المستهلكين هيقللوا استخدامهم وشرائهم للكابلات والشواحن، ممكن يكتفوا بكابل وشاحن واحد بس، وساعتها الشركات تبقى تبيع الاجهزه من غير شاحن وكابل وسماعه، لكن بعد ما يعوضوا المستخدم بان هم يدوا له اختيار، يا اما انه يشتري الجهاز كامل بملحقاته من شاحن وكابل شحن على الاقل، ولو في سماعه يبقى كويس، ويبقى ده بالسعر العادي، ويبقى كمان في اختيار ان هو يشتري الجهاز من غير الكابل والشاحن والملحقات دي بس يكون بسعر اقل شويه. ده لو فعلا عايزين يقللوا من استهلاك الملحقات الغير ضروريه، واللي بدوره هيقلل من استهلاك المعادن والمواد الخام المستخدمه في الصناعه دي، وطبعا بدوره هيقلل انبعاثات الكربون وهيقلل حجم النفايات التكنولوجيه اللي موجوده في العالم. موضوع زياده انبعاثات الكربون فعلا حاجه مهمه جدا ان هي تحصل، لكن مش حلو انك تلعب على الحته دي وانت بتبيع شواحن واسلاك وسماعات عادي جدا وباي كميه. يعني هي قبل لو لقت زياده في الطلب على المبيعات بتاعتها، وده معناه ان هم يضطروا ان هم يشحنوا منتجات اكتر، يعني مرات شحن اكتر وخدمات لوجستيه اكتر، يعني انبعاثات كربون اكتر. هل هيقبلوا بده ولا ساعتها هيقولوا لا وهيرفضوا الطلب المتزايد على منتجاتهم وهيقولوا كفايه كده عشان ما نضرش البيئه؟ لو الموضوع متعلق بالبيئه صحيح، ليه قبل بتنتج ايفون جديد كل سنه؟ ما يخلوها كل سنتين او ثلاثه، مش بس بينتجوا موديل واحد بس، ده بقى اكتر من موديل. وبقى في توجه عند قبل في الفتره الاخيره ان هم ينتجوا موديلات اكتر، وبداوا يروحوا في اتجاه انتاج ايفون اقتصادي كمان. الحقيقه قبل عندهم جرأة اكتر بكتير من باقي شركات ان هم ياخدوا قرارات كبيره ممكن تضايق المستخدمين. وغير ازاله مدخل السماعه والشاحن والسماعه نفسها، ابل تقريبا كانت اول شركه توصل السعر لل $1000 وتتخطى كمان حاجز ال $1000، وده دفع باقي الشركات وخصوصا سامسونج اللي كانهم ما صدقوا ان ابل ترفع السعر عشان كمان هم يرفعوا السعر. اي نعم تحديد السعر ممكن يؤيد الابداع، لكن المبالغه في السعر برضو مش مقبول. ومسلسل صدمات ابل مش هينتهي، وممكن قريب نشوف ابل بتلغي كل المداخل في اجهزه الايفون، وهيبقى الاعتماد بشكل كلي على الوايرلس سواء للسماعات او الشواحن. فكمان كابل الشحن هو الملحق الوحيد اللي كان موجود في العلبه دلوقتي مش هتلاقيه، يعني دلوقتي هتفتح العلبه هتلاقي الايفون بس من غير اي اكسسوارات او ملحقات. والمشكله في التحركات والقرارات اللي بتعملها ابل ان هي ما بتاثرش بس على منتجاتهم، ودي حقيقه ان ابل بيأثروا على السوق كامل وعلى الصناعه كلها. اغلب الشركات بيقلدوا ابل، والحقيقه ان في شركات بيبقوا مستنيين ان ابل هي اللي تاخد المبادره وهي اللي تبدا عشان يعملوا نفس اللي عملته ابل. ومش بس عشان يقلدوا ابل، لا اوقات بيكونوا هم عايزين ياخدوا القرار ده بس عندهم تخوف من رد فعل المستخدمين تجاههم، فبيستنوا دايما ان ابل هي اللي تاخد الخطوه الاولى، لدرجه ان سامسونج كانوا نزلوا تويتر بيسخروا فيها من ابل بسبب حركه ازاله الشاحن، وبعدها فتره رجعوا حذفوا التويتر،
ومؤخرا نزلوا سلسلة أجهزة الـ S21 من غير شاحن ولا سماعة. شاومي عملوا نفس الحكاية وهنشوف شركات أكتر هيعملوا نفس الشيء. وممكن في خلال الخمس سنين الجاية ما نلاقيش ولا تليفون بيجي بشاحن أو سلك للشحن وطبعا من غير سماعات. ومش بعيد تختفي الأسلاك نهائيا وتبقى كل حاجة وايرلس. ساعتها تخيل كمية الشواحن والسماعات والإكسسوارات الوايرلس اللي هيتم إنتاجها، وده هيضيف مئات الملايين من الشواحن والسماعات والملحقات دي إلى المليارات الموجودة بالفعل دلوقتي. الموضوع باختصار اقتصادي بحت. الشركات هدفهم يزودوا مكاسبهم عن طريق زيادة السعر أو تقليل التكلفة، وهتفضل أبل تفاجئنا دايما وهتفضل باقي الشركات ماشيين وراها، وده أكبر دليل على إن كل القرارات دي متعلقة بتحقيق مكاسب أكتر. وكمان لأن أبل مش بس لاعب مهم في سوق التكنولوجيا، لا هم اللاعب الأهم والأقوى والأجرأ وكمان الأمهر في موضوع التسويق. وكلنا عارفين إن مهما أبل عملت الناس بتفضل تجري ورا منتجاتهم، لأنهم بصراحة شاطرين جدا في التسويق لمنتجاتهم، وده طبعا ما يقللش أبدا من جودة وتفرد منتجاتهم عن باقي المنافسين. يا ترى هنشوف إيه مفاجآت جديدة من أبل؟ قولولي رأيكم في التعليقات تحت. شكرا على المشاهدة وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.